طيب، يعطيكم العافية. المرة الماضية احنا بدأنا في الكونفولوشنال نيورال نتورك، وحكينا انه هذا النوع من الديب نيورال نتورك مخصص للصور، والهدف منه انه هو يعمل فيتشر اكستراكشن لوحده، يتعلم كيف يعمل فيتشر اكستراكشن، بالإضافة انه يتعلم كيف انه هو يعمل كلاسيفيكيشن. فبالتالي انه 2-1، فيتشر اكستراكشن زائد كلاسيفيكيشن. تمام، اتعاملنا المرة الماضية مع داتا سيت C410، وحكينا انه الداتا سيت ها انه بريلودد، انا عندي في الكيراس. اليوم ان شاء الله بدنا ناخد في هذا الدرس كيف انه نقرأ البيانات من بيانات الصور من المجلدات. تمام، فبدنا نستخدم شغلة اسمها Image Data Generator. طبعا هذا الكلاس من خلاله بقدر انه اقرأ Raw Data من مجلدات. تمام، فخليني افتحه على الكولاب. ممكن تفتحوا معي على الكولاب وتتابعوا معي. اخذ نسخه منه على الجوجل درايف. تمام، بدي اعمل اشي للتشيك هذا عشان احفظ الاوتبوت. هنا بدي احط image classification cats dogs، طبعا باستخدام image data generator. طبعا اول حاجة import TensorFlow، خلينا نشوف الفيرجن. صحيح، هي دائما بتاخد الليتست فيرجن، بس مرات احنا بننزل النايتلي تي اف نايتلي شوتس، فعادي بتكون انه 2.4. ارجع لها. والشغلة الثانية انه في بعض الأحيان إنه الوصفات هذه عشان بحطها على الجيت هاب، إنه هي الوصفة هذه اشتغلت مع نسخة 2.2، لأنه في إصدارات لاحقة ممكن بعض الأكواد اللي هنا تحتاج لبعض التغييرات. بس هاي كل الفكرة في الموضوع. طبعا من اللايرز شو بدي أعمل؟ import لدنس، conf 2D flatten، دروب اوت، ماكس بولينج 2D. هدول كلهم انواع اللايرز مرينا عليهم. تمام، في عندي شغله جديده بدي اعملها، امبورت اللي هي ال تنسور فلو كيراس بري بروسيسنج ايمج داتا جنريتور. تمام، هذه جديده بالنسبه لي. تمام، والموديل سيكوينشال، من المودلز بدي اعمل امبورت للسيكوينشالز، بدي اصفط الطبقات تبعت النتورك، اكيد راح استخدم السيكوينشال موديل. طيب البيانات الموجوده انا عندي وين موجوده؟ هي اليو ار ال تبعها. تمام، بدي اعملها داونلود من هنا، هي عباره عن ملف مضغوط، فعشان هيك بدي استخدم لفك ضغطها تي اف كيراس يوتيل جيت فايل، اديله اسم الفايل واليو ار ال، واكستراكت بتساوي ترو لوحده، بروح بفرط لهي البيانات. تمام، والباث هذا بس مجرد انه انا بدي اعمل جوين للباث، انه الكاتس اند دوجز فلترت بدون الاكستنشن للملف المضغوط مع الدايركتوري نيم الاساسي لهذه، فبالتالي المسار بيطلع انا عندي بهذا الشكل.
فبخلص الداونلود سريعا. فموجود انا عندي سلاش روت سلاش نقطة كيراس داتا سيت كات اند دوج فلترد، تمام. طبعا الملفات اللي موجودة هنا موجودة بالشكل هذا، انا في عندي مجلد للترين ومجلد للفاليديشن، تمام. في مجلد الترين في انا عندي كاتس ودوجز، ومجلد الفاليديشن برضو عندي كاتس ودوجز. كل صور في هاي راح يعتبرها انه هي بتنتمي للكلاس كاتس، وكل الصور هنا راح يعتبرها انه بتنتمي للكلاس دوج، تمام. اوكي هنا ايش بدي يعمل؟ بدي يعمل join للباث الرئيسي هذا، وايش بدي يزود عليه؟ لترين بدي اسميه train dir، وهذا الفاليديشن dir. فهدول المسارين بدي اطبعهم عشان انه شوفوا كيف. فبالتالي train validation نفس المسار. جوا المجلد في cat و dog، فعشان هيك انا عندي train cats dir train dogs dir، ونفس الشيء بالنسبة للvalidation برضو رجع عمل join. وحكينا سابقا انه انا ممكن اعمل concatenation للتكست واحط السلاش عادي، بس هنا عشان انه السلاش تبعت ال OS انه ياخذها بعين الاعتبار. فبالتالي هذا المسار لو طبعناه تمام في مجلدات تبعت الكاتس. طبعا انا ممكن استعرض محتوى المجلد باستخدام OS list dir، تمام. فبروح بجيب لي كل الملفات اللي هنا، بروح بعد عددها باللينث، وبروح بطبع هنا انه total train اللي هو عبارة عن الكاتس النم كاتس تي ار والنم دوجز تي ار، والفاليديشن برضو كذلك راح يكون هو عبارة عن المجموع. وهنا راح يطبع لي statistics او يعني description للداتا سيت انه قديش في عندي كات وقديش في عندي دوج. في عندي 1000 كات و1000 دوج في الترين، وفي الفاليديشن في عندي 500 و500. فبالتالي التوتال ترين 1000 و1000 2000، والفاليديشن التوتال انا عندي 1000، تمام. طيب احنا ممكن ايش ممكن نسوي هنا؟ انه نستعرض بعض الكاتس اللي موجوده انا عندي. فبالتالي انه انا عندي هنا في ال import موجود عندي ال BLT، وفي عندي في ال matplotlib كذلك ممكن اعمل import تاني، انه انا ممكن اجيب الكود من هنا انه اكتب python read image من السايد بار. هنا في المات بلوت انا في عندي تو امبورتس، مات بلوت بي واي بلوت اس بي ال تي، وفي هنا عندي مات بلوت دوت ايمج ام بي ايمج او اي ام جي. في الاي المات الام بي اي ام جي دوت ايمج ريد بدي له مسار الايمج، طبعا بتطبع لي اياها كنمباي اري، تمام. وهنا ممكن اعمل شو مباشره لهي الايمج. فبالتالي انه باخذ هدول التو كودز انا عندي بهذا الشكل، اخذ الامبورت هذا. الهدف من هاي الشغلة انه انا بدي اورجيكم الشيب تبع الايمج. فبالتالي بدنا ناخذ سامبل كات،
أو ممكن أعرف function. الفانكشن هاي إنه أحط جواتها الإمبورت وأسميها show image وأديها فايل img فايل، وهنا أعمل الإمبورت أحكي img بتساوي هذا الكلام dot read I am read وأدي له الفايل هذا، وبعدين بدي أطبع هاي dot shape، وبدي أعمل plt dot I am show I am g. تمام، تعملش ريتيرن، بس انه بتنفذ هذه الانستركشنز. وهنا ممكن ادي له انا عندي الترين دايركتوري تبع الكات هذا، واحكي هنا زائد كات dot zero أو أي رقم عشوائي dot gbg. تمام، هذه أبعادها 375 499، طبعا ثلاثة لأنه بالضبط. تمام، وهي المظهر تبعها. ممكن إنه بهاي الطريقة إنه بدل ما أقعد أكرر هذا الكود كله، بس إنه بختار اي ايمج عشوائية تانية 14. فهنا لو قارنا الابعاد هاي مع هذا، هنا 375 وهنا 267 وهنا 499 وهنا 320، فالدايمنشنز تبعتها مختلفة، فلازم انه نثبت هذا الكلام. فايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل ريسكيل لكل الصور. فطبعا الباتش انا احنا عندنا كم صوره في التريننج؟ 2000 صح؟ 2000 1000 كات و1000 دوغ، فبالتالي انا عندي 2000 بنقسمهم لباتشز 128. طبعا هذه الايبوكس للتريننج، وهنا ثبت الايمج هايت والايمج ويث 150 في 150. طبعا برضو هذه لها يعني تاثير في الموضوع. ليش؟ لانه الصور الاصغر من هيك بده يضطر انه يمطها، واذا مطت الصوره شويه بتتشوه. تمام، هنا 267 وهنا 375، ما في شيء اقل من 150 الا اذا انا رحت لفيت على كل الصور ورحت شفت قديش المينيمم دايمنشنز، المينيمم هايت والمينيمم ويث، وشفت قديش، وبناء عليه رحت بقرر هذا الكلام. لكن هنا الابعاد هذه زي ما اتفقنا بدنا نثبتها، وبدي اختار قيمه بحيث انه ما تتاثرش فيها صور كثير، لانه الصور الكبيره لما بدي اعملها ريسكيل لاصغر ما بتتاثر، لكن الصغيره لو بدي امطها هي اللي راح تتشوه. تمام، طيب الان ايش بدي اسوي؟ بدي اعرف image data generator، وهنا انا عندي ريسكيل 1 تقسيم 255، فمعنى ذلك انه هو راح يعمل نورماليزيشن لكل الصور. طبعا هذا الكلام للترين وهذا الكلام للفاليديشن. هذا بس مجرد انه انا عرفت اوبجكت، ما سويت شيء. فبالتالي هذا لنا الاوبجكت اللي انا عرفته هستخدمه في قراءة الصور. كيف؟ ترين داتا جن بتساوي اللي هو هذا اللي انا عرفته from flow from directory. ايش بدي له؟ الباتش. هو راح بيرجع لي عبارة، بيرجع لي عن داتا سيت طبعا بفورمات تنسر فورمات، وبكون هو اصلا اوريدي يعني بقسمها على باتشز، لانه انا بمرر له هنا الباتش سايز، وهنا بدي له الدايركتوري انه ترين دايركتوري. شفل بتساوي ترو، هو بعمل شفل للداتا. و أهلاً وسهلاً، كيف الحال؟ الله يسلمك يا رب. الحمد لله.
فكنا نحكي انه في الايمج داتا جنريتور بحكي له انه بدي تعمل لي فلو فروم دايركتوري لمجموعه من الصور وتقسم لي اياها لباتشز، هي اسم المجلد، تعمل لي شفل لها وكلها تعملها ريسكيل لهذا التارجت، الكبيره والصغيره بدي اياك تثبت الحجم تبعها، الايمج هايت والايمج ويت واللي احنا اتفقنا عليه قديش 150 في 150. تمام. طبعا الكلاس مود باينري لانه انا عندي تو كلاسز كاتس ودوجز، والفاليديشن برضه نفس الفكره، بس الفرق هنا هل في داعي انه انا اعمل شفل للفاليديشن؟ ما فيش. في التريننج حكينا انه شفل مرارا وتكرارا لانه النيورال نتورك ممكن تكون في عندها حساسيه من ترتيب البيانات بياثر على الكونفيرجنس تبعها من ناحيه انه تصل لويتس معينه، ترتيب البيانات بيكون انه له تاثير في هذا الموضوع، فما فيش داعي انا ادي له هنا شفل. الان ايش راح يسوي؟ طبعا هذا بروح برجع لي انه تريننج ايمجز مع الليبلز، هذا تريننج ايمجز مع الليبل. فالان هنا اخذ الايمجز وهذا عباره عن دامي فاريبل، ما مش لازمه، فعشان هيك انه حطه اندرسكور وحط هنا نيكست. النيكست هنا ايش راح يرجع؟ وان باتش، يعني قديش؟ 128 صورة. تمام؟ راح يرجع 128 صورة. تمام؟ زي التيك واحد انا بحكي نيكست، هنا راح يلف على كل الباتشز، فهيها موجودة هنا. ايش راح يسوي؟ راح يعرض هذه، انا ما شغلتهم هذول، هذه وهذه وهذه مش مشغلها كمان. بحكي لي لقيت 2000 صورة belonging to two classes، وهنا بحكي لي انه لقيت 1000 صورة belonging to two classes، فحاخد one batch 128 صورة. وهنا مجرد انه عمل دالة عشان ترسم لي مجموعة من الصور، array من الصور. طبعا هنا حياخد images array، يعني عدة images، وحيلف على هدول الايمجز. تمام. وحيعمل I am show image show. تمام. طبعا هنا بده يرسمها كلها في فيجر واحد، حيستخدم سب بلوت، حيستخدم سب بلوت. كيف؟ صحيح، حيرسمهم كلهم في جنب بعض، وهنا حيظهر أول 5 صور، هاي أول 5. تلاحظوا إنه في بعض الصور فعلا ممطوطة شوية لأنه عملها ريسكيل. تمام؟ خلص هيك حملنا الموديل، هيك حملنا البيانات عفوا. فبالتالي تحميل البيانات لما تكون في صور، الفكرة الأساسية إنه أقسم الصور حسب، احطها في مجلدات، كل مجلد انه بروح بيعتبره كلاس وبس، هو بقرا لي اياها وبروح بعملها ريسكيل وبجهز لي اياها. ايش يعني محمله كلها؟ في واحده صح بالكل، لانه انت عندك هنا شفل بتساوي ترو، فبالتالي هو يعني فانا هاجيت لما عملت ران لهذه فاداني ترتيب معين. انت لما تعملي ران فهو بيخلط بالضبط. بالضبط. تمام. ممكن ناخذ عينه ثانيه من البيانات من الصور، اقول له من 5 ل 10، تمام. طيب الموديل تبعي، اول
أول طبقة convolution طبعاً، تمام؟ قديش عدد الفلترز فيها؟ 16. إيش هذه الفلترز؟ اللي هو dimension تبع الأوتبوت سبيس، اللي هو الفيتشر سبيس. أنا عندي داخل صور قديش؟ 150×150، تمام؟ فبده يطلع لي هنا فيتشرز 5×5. والمربع هذا اللي حيعمل convolution حيلف قديش الدايمنشن تبعته؟ 3×3، تمام؟ لاحظوا هنا أنا بدي أرجع لهاي، أرجع على الدوكيومنتيشن. لما يشرح كل البارامترز، فهنا الفلتر زي ما حكينا انه دايمنشناليتي للاوتبوت سبيس اللي هو الفيتشر سبيس، تمام. الكيرنال سايز اللي هو البارامتر الثاني ايش بحكي لي؟ انه ان انتجر اور يا هي يا بدي له رقم واحد يا بدي له رقمين، يا على شكل ليست او تابل، يا بدي له 3 بس او 3×3 مثلا تو انتجرز زي هيك، تمام. فبالتالي هنا ما ترتبكوا انه اذا لقيتوا انه مره بحطها 3×3 ومره 3 بس لوحده هو حيعرفها انه هي دائما لازم تكون سكوير 3×3. في هنا عندي باراميتر جديد اللي هو بادنج بتساوي سيم. في هنا عندي تو فاليو للباراميتر هذا اللي هما valid او سيم، تمام. هذا الديفولت. حقيقة السيم هنا انه او لا مش هذا الديفولت، لانه احنا ممكن نعرف انه هو ديفولت، هو الديفولت، تمام. حقيقة مفهوم البادنج في الكونفولوشن نيورال نتورك، انا كان في عندي ارتكل برضو ضفته، انا عندي ايوه، في بعض الاحيان بتكون في عندي بعض الفيتشرز او بعض الايدجز موجوده في حواف الصوره بيكون فيها إشكالية شادي على الصور. بالضبط. فايش راح يسوي؟ راح يعبي لي إطار. راضي يظهر، لسه بيحمل الانترنت مش انه زي هيك، بروح بضيف لي زي اطار، بعمل بادنج، بحط لي حشوه على حواف الصوره بحيث انه لما تكون في عندي ايدجز هنا انه يقدر انه هو يميزها في الكونفولوشن، لما يصير انه يلف زي هيك والله في ايدج هنا، فبالتالي هنا الكيرنل تبعتي 3×3 بميز انه والله في حفه هنا لما يمر عليها زي هيك، فبالتالي انه هذه عباره عن 0 بيكسلز موجوده انا عندي في اطار الصوره عشان يقدر يميز الايدجز اللي موجوده في الطرف. فهذا هو البارامتر هذا. طبعا هاي الاكتيفيشن والانبوت شيب ايمج هايت والايمج ويد 150×150×3. ايش يعني ايه؟ الفاليديشن هي الديفولت، بحطش بادنج، بحطش حشوه، تمام، بحطش اطار خالص. اما السيم انه بحطه انه كله زيرو بيكسلز عشان يقدر يميز الايدجز اللي على الحواف. بعد الكونفولوشن انا في عندي ماكس بولينج، بعديها كونفولوشن ثانيه الفيتشر سبيس تبعها مختلف 32×3 32 وهنا 3×3، بعديها بولينج، بعديها هنا convolution زي ما انتم شايفين انه هنا كل مره بكبر الفيتشر سبيس تبعتي بالضبط، تمام، لغايه بعد ما عمل فلاتن عشان يفرط ال 2D ماتريكس. في هنا عندي طبقه دنس 512 وبعديها 1. ليش 1؟ انه تو كلاسز بالضبط. فهاي الموديل تبعي،
بعدين بعمل كومبايل للموديل بشوف كيف شكله سمري. طبعا بديني تفاصيل ترتيب الطبقات. قديش انا عندي باراميتر؟ 10 مليون باراميتر. تخيلين قديش. بعدها الفت، طبعا بدي اخزن هذا الكلام في الهيستوري عشان اعمل بلوت بالضبط. ادي له الداتا والعدد الايبوكس تمام والفاليديشن، وهنا ستيبس بير ايبوك اللي هو التوتال ترين قسمه على الباتش سايز. انا عندي يعني 2000 على كرقم صحيح، يعني عشان هيك انا عندي سلاش سلاش على 128 اعتقد تمام. هنا الخطوه في كل ايبوك قديش حيبدا الترينينج. لاحظوا انه الجي بي يو مفعل، فكمان مره من وين بيكون انه مفعل؟ من الران تايم تايب. فهنا انا محطوط انا عندي جي بي. انه هنا انه كل قديش انه هو يحسب لي يعني يحسب الاكيرسي، يعني كل قديش هو يديني متريكس يعني ويحدث زي هيك. ايوه لسه بيمشي زي هيك. وهنا كل قديش هو بحسب اكيرسي، ونفس الشيء بالنسبه للفاليديشن. هذه اوبشنال يعني ممكن انه تستثنيها. يعني عمالها بتتحسن. 64 62 نزلت تاني، 61 بس رجعت طلعت تاني. ممكن احط كول باك للايرلي ستوب. هيجيت حنشوف في الرسمة انه احنا بما انه هذه صارت انه هي تزيد وهذه ثبتت عندي الستينات عند 64، فنعتبر انه هو وقع في الاوفرفيت. حنشوف الرسمة الان اذا كان هذا الكلام صحيح ولا لا. 68 وهنا من 83 ل 87 لا بدوا يبعدوا عن بعض. 89 71 تحسنت شوية. اثنين وتسعين وثمانية وستين لا بعدوا عن بعض. هذه آخر واحدة. أربعة وتسعين وتسعة وستين بعد شوية. بقيت هذا الكلام حنشوفه في الرسم. هنا ممكن في طيب احنا ايش بدنا نعدل هنا؟ بس بدنا نزود العرض عشان الصور تطلع. انا عندي فواضح جدا انه في اوفر فيتنج، بدوا يبعدوا عن بعض تمام. افترض انه انا كنت عملت ايرلي ستوب، وهنا برضه هذا لللوس وهذا للاكيورسي انه بيبعدوا عن بعض، فواضح انه في اوفر فيت. يفترض انه كان يعمل ستوب عند هنا تمام. تلاحظوا انه في النتورك هنا ما عملش دروب اوت صح؟ لانه احنا اخذنا الدروب اوت انه هي بتمنع الاوفر فيت. فاكثر اكيورسي احنا وصلناها قديش؟ 69. فممكن انه احنا ايش نسوي؟ انه صار في عندي اوفر فيت، انه قبل ما ادخل في الداتا اوجمنتيشن انا ايش ممكن اسوي؟ اروح اعيد الموديل هذا
تمام مع الكومبايل تبعه. بدي اسميه موديل 2 وهنا في اللايرز انا عندي بدي اضيف الدروب اوت دروب بوينت 2 بعد البولينج لا موجودة import hook موجودة حسب ما أذكر كيف كان هنا نحطه حدا بدنا نعرف call back early stop بتساوي tf كيراس دوت كول باكس دوت ايرلي ستوب اي كابيتال لانه هذا عباره عن كلاس وايش بدي احكي له؟ هي بجيب لي هنا زي ما انتم شايفين انه شو بدي اعمل مونيتور وقديش البيشنس ف بدي اعمل مونيتور للفال لوس والبيشنس قديش نستنى عليه 10 وبدنا نعدل عدد الايبوكس كمان وهنا ممكن ان احنا نجيب السمري تبع الموديل بالمرة كله في سيل واحدة تمام بعديها هنا بدنا نعمل الفت هيستوري 2 بتساوي موديل 2 عدد الايبوكس كانت 15 اذكر وتوقف عند ال 15 ممكن انه احنا نديله فرصة لعند 30 او 5 ما دام في عندي ايرلي ستوب اوكي فخليه يبدا ترين وبعديها ممكن نجيب الكود تبع البلوت history 2 history 2 history 2 history 2 طبعا انا اول معلم زي هيك ما فيش اي history تانية فخلاص انا متأكد انه كله تمام هنا احنا في الايبوك السادسة ولسه الاكيرسي على التريننج 52 لكن لو قررنا هنا الايبوك السادسة الايبوك السادسة كانت 54 وهناك 52 هذا اللوس الاكيرسي هنا 72 وهناك السادسة قديش كانت 52 لسه بتعلم يعني بتعلم ببطء كل مرة بفركش له اللي بتعلم
على فكرة الـ Early Stop 10 كتير، إنه أصلا كلهم على بعضهم 50، يعني بعد 10 steps بالضبط بده يتوقف، لأنه هنا هي طلعت عند 66 وهي بدأت تنزل، فبالتالي إنه هي استنى عليه 10، هي رجعت طلعت عند تاني 69. وصلت السبعة، تعدت السبعين. ثبتت الفال اكيورسي، ثبتت 70-20 70-20. تحسنت شوية، لسه طريقه طوال. بس ما وصلناش النص، لسه احنا في 23 من 50، بس واضح انه يعني كان بده انه هو فرصة انه يتعلم وهي بتتحسن، فهيك انه النتيجة افضل نوعا ما. ثلاثة وسبعين، نعم، بس حطينا بعد عشرة. عشرة ممكن تكون كتير شوي لخمسين، وكلهم على بعضهم 50، بدي استنى عليه 10، يفترض انه اقللها شوي، يعني ممكن تكون 5 مناسبه، بس يبدو انه في تحسن، يعني واضح انه في تحسن، فالعشرة انه نوعا ما مناسبه، يعني هي 72 ما وصلناهاش قبل هيك، يعني هيك يعني صرتوا تشوفوا كيف انه ممكن هيك نزل تاني 73 هيك بنزل، فحيستنى عليه 10، ما تحسنش عن 73 بعمل ستوب. هي اعتقد انه انسب حاجة 5، يفترض 5. ايه وبنزل كمان، نرجع طلع تاني 74. يتذبذب قاعد. اوكي، ممكن نرجع له بعد شوي احنا قبل ما يخلص ونستمر في الشرح، نحكي عن الداتا اوجمنتيشن. ايش مفهوم الداتا اوجمنتيشن؟ اوجمنتيشن يعني تضخيم او تكبير، تكبير للبيانات، تكثير للبيانات. ليش بدي اكثر البيانات؟ انا في عندي صور محدوده 2000، 1000 للكاتس و1000 للدوجز، كل ما كانت في الديب ليرنينج كل ما كانت البيانات اكثر، كل ما كان انه افضل، تمام. فكيف ممكن انه اعمل اوجمنتيشن للبيانات وخصوصا الصور؟ باجراء عمليات على الصور، زي كيف مثلا يعني اعمل هوريزونتال فليب، فبالتالي انه صورة الكات زي هيك انه بعملها فليب، انه بعكسها، فبالتالي صارت عندي صورة تانية للكات مختلفة ولكن نفس الليبل. شو كمان ممكن اسوي؟ العب شوي في الانتنسيتي وتباين يعني تشبع الالوان، فبالتالي بتنتج عندي صورة تانية مختلفة ولكن نفس الليبل. هذا الكلام انه للكات وللدوجز. شو كمان؟ في عندي انه انا اعمل روتيت شوية للصورة، فبالتالي الصورة زي هيك انه ممكن اعملها هيك شوية بزاوية، فبالتالي انا بختار الزاوية بعملها بشكل عشوائي، فبالتالي بنتج عندي صور اكثر نفس الليبل. هدول العمليات كلهم بقدر انه انا اشوفهم في الامج داتا جنريتور. خلينا نشوف الدوكيومنتيشن تبعه. دائما دائما ارجع على الدوكيومنتيشن، لانه هذه الشغلات مستحيل حفظها، لا يمكن انه حفظها على الاطلاق. فايش في عندي؟ عمليات، هذه كل هالبارامترز مذكوره هنا بالديفولت فاليو، وهنا هتلاقي انه تحت مشروحه
شغلات متعلقة بالإيمج بروسيسنج في الداتا أوجمنتيشن زوم، إنه بعمل لي زوم للصورة إنه هي بكبرها أو بصغرها، وهنا للشير اللي هو بيلعب في الانتنسيتي تبعتها، تمام. وفي كمان الهوريزونتال فليب وفي الفيرتيكال فليب. فيرتيكال فليب احنا مش هنستخدمه لانه يستحيل انه انا عندي الاقي في الفاليديشن داتا انه حدا مصور الكات انه راسا انه قالب الكاميرا، فبالتالي هذا مش هنستخدمه. في الريسكيل احنا اوريدي استخدمناه انه عملنا ريسكيل لكل الصور، و هدول هم تقريبا. تمام، فحلاقي هنا انه ايش جرب، انه قرأ البيانات كمان مرة، تمام، وعرض لي البيانات هذه خمسة منها، وبعديها هنا بده يقرأ البيانات و بده يحدد الروتيشن رينج 45. بيعمل بضيف صورة جديدة. عقيت انه على حسب العمليات انا عندي، وهذه الشغلة انه ممكن انه هو يطبقها بشكل راندوم، يعني الصورة نفسها انه ممكن انه هذه كلها يعني يطبقها كلها انه راندوم، يعني الصورة ممكن يعملها فليب، تمام، بالإضافة إنه ممكن يعملها روتيت بزاوية معينة، الصورة اللي وراها بيعملها روتيت بزاوية مختلفة، فبالتالي على حسب عدد العمليات، أنا عملت عملية 2 3 4، فبالتالي ممكن أوصل لأربع أضعاف البيانات الأصلية، يعني زي بالضبط. تمام، خلينا نشوف وين وصل، عامل ستوب. 72 اعمل ستوب عند ال 72 الستوب واي لسه شغال. خلصهم كلهم. ايش ضايل من هنا اخر عدد الاي بوكس، الاي بوك رينج، اوكي هنا رينجز للاوبك للاي بوكس، احنا هنا بدنا نعدلها، اوكي 50 هنا في لسه اوفر فيت، العشرة كتيرة في البيشنس، العشرة كتيرة يفترض انه انا عملت قبل، واضح جدا هنا انه التريننج اكيوريسي انه في تذبذب هنا، بس انه بقدر اقول انه هي ميزه اللاين، انا بقدر اقول انه في ثبات، صحيح بتطلع وبتنزل بس انه ماشيه بخط افقي زي هيك، وهذه بعدت عنها، يفترض انه انا كنت عملت الايرلي ستوب مبكرا، حصل نسبه احسن، انه يعني احسن نسبه انا عندي في الاكيوريسي انه شيء 70، تمام، يفترض انه او شيء هنا يفترض انه 73، يفترض انه كان توقف هنا قبل ما يبعد اكثر، تمام. طيب لقيت هنا اوكي ايمج ايمج جن داتا جنريتور، رحنا عرفنا بالاضافه للسكيل، شو حطيت باراميتر انه
horizontal flip بتساوي true. وهنا راح قرأ البيانات كمان مرة عشان يطبق عليها هذا الفلتر. فبالتالي قرأ بيقول لي أنا لقيت 2000 صورة، تمام، بس هو طلع صور أكثر من هيك باستخدام الـ Data Augmentation. أجيت بده يعرض مجموعة من الصور، أول 5 صور، إنه هذه الـ Augmented Images أخذت أول 5 صور وبعملها بلوت. فحلاحظ إيش؟ إنه هي نفس الكات، نفس الدوك، نفس الصورة، بس إيش عامل عليها عمليات، إنه عامل هوريزونتال، طبق عليها هوريزونتال فليب. تمام. الآن بدنا نجرب إنه الروتيشن 45. فراح كمان مرة قرأ البيانات، أدى البارامتر هذا. تلاحظي هنا كل مرة بجرب كل فلتر على حدة عشان نشوف تأثيره، بعدين حيحطهم كلهم مع بعض. فنعرض أول 5 مع الروتيشن، فهنا إنه روتيشن بزوايا مختلفة. تمام. طبعا هنا راندوملي، ممكن أنا ما ألحظش الفرق. أجيت الزوم هنا حكى إنه 50%، حيعمل زوم بنسبة 50%، كتير 50%. بالمناسبة أنا ممكن أقللها، بصير أنا بلعب بالباراميترز هاي. هذا الزوم كتير، أنا حكيت إنه 50% كتير في الزوم هذا. فبالتالي هنا هو بيطبق هذا الاشي برينج عشوائي، فبقول انه الزوم من 0 لغاية نص، فكل مرة بختار انه random value في هذا الرينج بالضبط. اجيت هنا put all together، فحيطبق هذا الكلام كله، حنطبق rotation مع، حيعمل shift لل width ب 0.15 وال height ب 0.15. معنى ذلك انه ايش حيسوي؟ هيعمل روتيشن للصورة بزاوية الرينج تبعها من 0 لغاية 45، فكل مرة هيختار زاوية مختلفة بشكل راندوم من الرينج هذا. الويد شيفت معنى ذلك انه حيزيح الصورة شمال شوية او فوق شوية، فحيعمل انه حيعمل للعرض وللارتفاع انه شيفت، وحيعمل هوريزونتال فليب بالاضافة للزوم. تمام. فحنرجع نقرأ البيانات. وحنعرض أول 5 فزي ما انتم شايفين مطبق عمليات مختلفة. اي فليب، تمام، اي فليب مع روتيشن اعتقد. تمام. والفاليديشن، هل في داعي انه نطبق هذا الكلام على الفاليديشن؟ لا، بطبيعة الحال انه احنا ما نكتر التريننج، الفاليديشن ما فيش داعي انه احنا نكتره. وايش حكى؟ بدنا نضيف الدروب اوت. ضفنا الدروب اوت على الاوريجينال داتا، شفنا له في له تاثير ايجابي، يفترض كنا نعاير الايرلي ستوب بشكل افضل. الان الموديل انه نفس الموديل تقريبا، بس ايش سوى؟ ضاف الدروب اوت و عشرة مليون باراميتر، وهنا ايبوكس 15 لاحظوا انه الجي بي يو فعال، بس مع ذلك انه في بطء، انه هاي الشغلات انه يعني حتى ابطا. صحيح.
أنا هنا في عندي في الموديل هذا الموديل 2 في غلطة إنه الكول باك هذا الايرلي ستوب هذا أنا ما عرفته هنا، فبالتالي بعد ما أنا أعرفه هنا ما بيكفي إنه أنا أعرفه هنا، فهذه بدنا نرجع نعدلها إنه 5 وأحكي هنا كما أحط كول باكس. بتساوي الـ airList. بس بدي أتأكد الـ spelling تبعها model.compile، هاي الـ method معروفة. Combine C. لا هي في الفت صح؟ في الفت هنا قررت هناك هيك خلص التريننج. أكثر حاجة وصل لها 64. كيف؟ صحيح، بس فيش اوفر فيت، ما فيش اوفر فيت. يعني هنا شوفي البلوت صحيح، بدنا نديله فرصة أكثر يتعلم. هنا انه هنا بده يبعدوا عن بعض، فبالتالي انه او ال 15 اصلا مش كافيه. يعني هنا هيو لسه بالنازل الفاليديشن، مش الفاليديشن هيو هذا اللون هيو لسه بالنازل، خلصوا ال 15، فبالتالي ال 15 هنا مش مناسبه. فممكن انه احنا على نفس الموديل هذا نرجع نكرر الكلام هذا هنا ونقول عدد الايبوكس نديله 50 وهنا نديله الكول باك. هناك حذفنا الكول باك انه حيستنى عليه 5، فبالتالي البيانات كبرت. ف 15 ايبوك واضح جدا من الرسمه انه لسه هي في الطالع الفاليديشن اكيورسي، وهذا لسه في النازل اللوس، فبالتالي محتاج فرصه اكثر انه هو يتعلم. وعدنا حنشوف نعيد الرسمه ونشوف ايش بصير. وبالمناسبه راح كمل التريننج، يعني هنا عشان الاكيورسي بدات من 65 فكمل التريننج. فيفترض ايش اسوي؟ اعمل كومبايل للموديل هذا اي ستوب. الموديل هذا يفترض انه احنا نعرفه من اول وجديد. نيو 2 تمام، ونجيب الكومبايل والسمري.
هنا كيف؟ هيك بدأ من الصفر training. سنأخذ كود لبلوت لا بدنا نغير الهيستوري تعالي هنا هيستوري برضو عشان تكون العملية دقيقة إنه نرجع كمان مرة تعريف للموديل والفت طيب بينما هو بيشتغل خلينا نشوف هنا في الكراس انا في عندي وصفه مشابهه بروح على الكراس.io get started على code examples computer vision image classification from scratch نفس الشخص اللي هو عملها فرانسوا شيلوت هو اللي عمل الكراس وهذه بالمناسبة هو الأوثر تبعها أعتقد أنه مكتوب هذا الكلام تحت مش محطوط أوكي فهنا نزل زي الدبليو جيت هذه سي يو ار ال تمام وهي المسار هذا هنا هذا المسار انه هو منزله من مايكروسوفت ملف مضغوط وهنا فك الضغط مش باستخدام الكود فك يعني فرض داتا سيت لحالها و عمل الاس للبت ايمجز لقى في مجلدين انا عندي كات ودوك تمام حاجات هذا الكود اللي هو عامله بس مجرد انه بلف على الصورة بحكي انه في بعض الصور اللي بتكون انه الانكودينج تبعها او الفورمات تبعها مش جي بي جي يعني انه ممكن انه انا اعرضه بيكون انه ما فيش الجي اف اي اف في الهيدر تبعه فببساطة راح لف على كل الصور تمام في المجلدات الكات والدوغ وحكى انه فحص الشرط هذا is gfif اذا موجود اوكي مش موجود بروح بستثني هاي الصورة فبالتالي حذف 1590 صورة من الداتا سيت صحيح هو مش امتداد هو يعني هذه شغلة بتكون موجودة في هذا عبارة عن فيتشر بكون في الهيدر تبع الايمج الهيدر تبع الايمج يعني على سبيل المثال انه انا لو فتحت الصورة هنا اي صورة هذه الصورة مثلا وجيت فتحتها بالنوت باد فهنا بلاقي انه اول سترينج انا عندي في الهيدر بيكون هو عبارة عن الفورمات تبع الصورة
او الفيتشر هذا باينري، هذا مش ريدبل، بنقدرش نحن نقراه، بس هذه الجزئيه الاولى اللي احنا بنقدر ان احنا نقراها. فهو بفحص انه هل السترينج هذا موجود في البدايه، انه اذا ما كانش موجود بيكون انه صور هذه بي ان جي. خلينا نشوف انه اعتقد برضو جي بي جي، جي بي جي موجود، فبالتالي انه بالنسبة لإله ريدبل. مرات بعض الجي بي جي مش موجود، هاي هذا السترينج، فبقدرش انه هو يقرأه او يحوله لنام باي اري. فبروح بحذف كل هدول الصور، فطلعوا معاه 5000 و590، لسه في عندي صور كتير. تمام، هلقيت هنا ثبت الايمج سايز قديش، 180 في 180، هناك في هذيك الوصفة كان 150 في 150، والباتش هناك كان 128 هنا 32، اختلافات. تمام، بس هنا ايش استخدم؟ TF Keras Pre-Processing Image Dataset from Directory، زي Text Dataset from Directory. وهذه مش موجودة في تنسور فلو العادية اللي هي 2.2، موجودة في 2.4، فبالتالي هاي ما بقدر استخدمها الا لما اعمل pip install tf90. تمام، اداله المجلد. كل سب دايركتوري بيكون موجود هناك بيعتبره عبارة عن كلاس، و هاي الفاليديشن سبليت، هاي اسم الدايركتوري، هاي السيد لانه في الفاليديشن حيحط نفس السيد، فهنا تريننج وهنا فاليديشن، وثبت له الايمج سايز واداله الباتش. تمام، فبالتالي هنا بقول لي انه انا لقيت 23000 صوره و410 للتو كلاسز. فهنا في عندي صور اكثر، في هذه الداتا سيت فيها صور اكثر. تمام، ف 18000 للترين و 4000 للفاليديشن، فبالتالي هنا انه حتلاقي انه حتى الاكيورسي انه افضل بكثير. هنا بس مجرد انه عمل عرض لاول 9 صور. تمام، بس عرضها على 3 صفوف. تمام، وكل واحد عرض الكلاس فوق اللي هو كات او دوغ، دوغ واحد وكات زيرو. تمام، الديتا اوجمنتيشن اللي هو عامله هنا مختلف. ايش عامل؟ عامل كيراس سيكوينشال، وهنا عامل راندوم فليب وراندوم روتيشن بنسبة معينة. تمام، في حتلاقوا انه بعد ما تستخدموها تحط دوت انه وبري بروسيسنج حتلاقوا بعض العمليات الثانية انه ممكن تستخدموها. وهنا عرض 9 صور بعد الاوجمنتيشن. تمام، حكيت تعريف الموديل انه هو عمل ماب اوجمنتد داتا اوجمنتد ترين دي اس، عمل ماب لكل عنصر موجوده هنا استدعى هذه الداله اللي هو الداتا اوجمنتيشن، اللي هو اللي هي اصلا عرفها اللي هو هذا الاوبجكت. تمام، ورجع هنا انا عندي الاكس والواي اللي هو الصوره والليبل تبعها. هذه البفر سايز بلت الموديل. لاحظوا الموديل هنا شويه تعريفه انه مختلف. كيف يعني؟ هنا اول لاير انا عندي الانبوت اللي هو الانبوت شيب اللي هو 180 في 180، بعديها اول طبقه، بعديها انه ثاني عمليه ايش عمل؟ داتا اوجمنتيشن للانبوت اكس. لاحظوا انه الطبقه اللي وراها برضو اكس. تمام، بس ايش بتاخد؟ اكس اللي قبليها، فبالتالي زي طبقه بتسلم طبقه ثانيه. فالطبقه هذه ايش بده يعمل؟ ريسكيل، انه بده يقسم على 255. الطبقه اللي وراها هي بتاخد اكس هذه، بعد الريسكيل بده يطبق كونفولوشن. هنا في عندي طبقات ثانيه اللي هو الباتش نورماليزيشن،
غير الماكس بولينج طبق الباتش نورماليزيشن والاكتيفيشن تمام، وهنا نفس الاشي، وهنا ايش عمل؟ انه استخدم احجام مختلفة فور سايز ان 128 256 512 700 وحط السايز هذا كل مرة عنده هنا في اللوب، فبالتالي عمل طبقات مرة، يعني عمل الطبقة الأولى 128 وراها طبقة ثانية 256، فالموديل كتير معقد لسه حتشوفوه كيف في الكومبايل. أنا إيش بدي أسوي؟ أخذ لكم الموديل هذا بس عشان أنا أورجيكم، بدي أفتحه على الكولاب View in Colab. لسه في الثلاثين، بنزل وبطلع بنزل وبطلع، لسه ما وصلش السبعينات. اوكي فعلقيت هنا قبل الامبورت هذا عشان يقدر الكود هذا يشتغل، بدي اعمل هنا pip install pfit. cancel، بدي اخذ منه نسخة عشان انه اقدر احفظ الاوتبوت هيك احسن. لاحظوا انه انا مشغل تو سيشنز، هيو عماله بيعمل كونكت تمام. ممكن اشوف السيشنز تبعتي هنا في الران تايم مانج سيشنز، فبالتالي هذه ماخدة 0.15 جيجا، والثانية برضو هذه الجي بي يو فيها مفعل، هذه مش مفعلها، لقيت مفعله تمام. فبالتالي الثانية برضو ممكن ان هو يحط لي هدول كلهم شيرت في نفس الرام. وصل 73، نزل 67.
ال 2.4 مش 2.2. هنا بنزل الداتا سيت انا بفك الضغط تبعها استعرض ايش في عندي مجلدات cats و dogs. هذا الكود اللي بيحذف الصور الـ corrupted images، وهنا بستخدم الـ image dataset from directory. هنا لقى 18,000 للـ train و 4,000 للـ test. هنا عرض أول 9 صور. هنا بدي استخدم Data Augmentation. ممكن هنا اكتب لكم انه layers.experimental.preprocessing.randomContrast. هنا احكي له انه العب فيها في بمقدار 0.1. في شغلات كمان انه random flip استخدمها، random rotation استخدمناها، في random zoom. بس الزوم بدي اقلله كتير، بديش يعني انه ياخذ زوم وتضيع معالم الصورة، فبدي احطه مثلا 0.2. والكونتراست خليه يلعب شوية في الكونتراست 0.3. هنا random width, rescale, resize، بكفي هدول اعتقد. تمام. الايش؟ لا هي لا وحده بتطلع، بس بستنى عليه شوي يعني. تمام. فهنا هاي الميك موديل. لقيت الان في السمري هنشوف كيف شكل الموديل. شايفين؟ شايفين قديش هذا الموديل، هذا الانبوت لاير انه 180 في 180 في 3، والاوتبوت فبيجيب الدايمنشن انه كيف الانبوت بيطلع وايش الدايمنشن اللي بيطلعه. تمام. وهنا اللي بعده انه بدخل نفس الدايمنشن وبيطلع نفس الدايمنشن، هنا بدخل نفس الدايمنشن بس بيطلع دايمنشن مختلف. ليش؟ لانه هذا كونفولوشن انه بيطلع لي اياه كفيتشر سبيس. تمام. فهذا كله كيف نوصله مع بعض بالطريقة هذه. فالموديل كتير كتير معقد. صح، يمر علينا بعد هيك انه احنا هنستخدم موديلز جاهزة في جي جي 16، موبايل نت. هدول الاسماء يفترض انه انتم تتعودوا عليهم. تمام. هنا خليه يبدأ التريننج، ممكن نطلع بريك نرجع تاني بعد البريك. بعد ما خلص الموديل تريننج الكاتس والدوغز اللي هي الوصفة الأولى،
حصل آخر حاجة accuracy 71%، تمام، وعمل ستوب عليها، مع إنه جاء في مناطق معينة إنه 75%. ممكن نحط في الكول باك برضه كذلك إنه يحفظ الويت تبع أعلى accuracy، برضه كذلك ممكن نحطها في الكول باك إنه يحفظ لي الويتس، إنه اللي أعمل سيف طلع لي الويتس اللي كان فيها أقل ايرور أو أعلى accuracy، فبالتالي بكون إنه الويتس هذه محفوظة ممكن إنه أنا أستخدمها. تمام؟ واضح من الرسمة إنه ما فيش overfitting، التنين قراب من بعض سواء كان validation أو accuracy. بضل إنه إحنا إيش نسوي؟ إنه زي ما شفنا هنا في كيراس إنه في الموديل تبع فرانسوا شيلوت إنه مستخدم موديل أعقد، فأنا سويت هنا عملت طبقات أكثر. يعني أنا عندي 16 32 64 128 512 وتوقفت عند 512، والدنس حطيت كمان طبقتين 512 512 بالإضافة للدروب أوت. فبالتالي وصل عدد البارامترز، أنا عندي 5 مليون بارامتر بينما كان سابقا عشرة مليون، وهنا قديش؟ لا هناك عشرة مليون، total trainable parameters كيف هنا في parameters أقل؟ عينو الموديل. اوكي الموديل 3 كومباي، في شيء غريب. طيب هذا مش لاقي تفسير ليش انه هنا عدد البارامترز اقل، يعني المفترض انه تكون اكثر، فاهم، في طبقات اكثر وفي كونكشنز اكثر. على اي حال خلينا احنا نشوف قديش بوصل الان. في احنا تقريبا وصلنا 7 من 50 او 8 من 50، والفاليديشن اكيرسي 92%، فواضح انه الموديل هذا اللي انتم شايفينه المعقد كثير انه جاب نتيجه كثير كويسه، فاشتغل على جهتين، جهه تكثير البيانات، واصلا البيانات هي اكثر، بالاضافه لموضوع انه الموديل كان اعقد وهيو جاب نتيجه في التسعينات كثير ممتازه للفاليديشن. ف انا بس بعمل يعني كلاسيفاي لتست ايمج انه شو البريدكشن تبعها بس، يعني هيك بتكون انه هاي انه خلصت.
وهذه انه بنستنى برضه كذلك انه احنا نشوف مين بتوصل معنا الامور مع هذا. اوكي طيب تكملة للموضوع، انا عندي الداتا اوجمنتيشن برضه هي محطوط هنا في درس لحال، هتلاقي انه هو مستخدم كلاس مختلف هنا في الداتا اوجمنتيشن، مش الايمج داتا جنريتور ولا زي هنا اللي هو اسمه image انه عامله كلاير، هنا عامل الموضوع ك قبل هنا data augmentation، هذا عبارة عن object من sequential model حاطط هنا عامله كلايرز بالضبط. ف اللي موجود هنا انه عبارة عن كلاس موجود وين في التنسور فلو، خلينا نشوفه. فبالتالي هنا اعمل pip install للتنسور فلو docs تنسور فلو stf، طبعا هذه اوتوتون انه هذه الخاصية experimental عشان تحسن الاداء للديسك اي او. هنا في عندي صورة كات، هاي اليو ار ال تبعها، وعمل هنا ايمج اوبن لهي الصورة باستخدام البي اي ال باكج، وعرض لي اياها كات على الثلج، قطة على السنو، تمام. هنا انه قرأ الصورة، هنا ديكود لايمج، هذه بترجع لي تنسور ايمج انه تي اف دوت ايمج ديكود جي بي جي، فهذه التايب تبعها تنسور ايمج، فعشان هيك خليني افتح لكم اياه على الكولاب تشوفوا. هنا عشان انا وصلت لسيشنز كثيرة وكلها بتاخذ من الذاكرة، فبحكي لي هنا طلب مني انه انا اعمل ترمينيت لسيشن معينة. ف ممكن هاي السيشن انه خلاص وصلنا لدقة، وحيوصل في النهاية ل 96% بعد 50 ايبوك، فممكن اعمل ستوب هنا اوكي عشان تحفظ هذه، فبختار هنا فايل سيف وبعمل ترمينيت لإلها. ترمينيت بيعرض الصورة، نقرأ للصورة وأداله إنه image as a string، هنا هذا عبارة عن تنسور والشيب تبعها شيب تبع الصورة. اللي هو الصورة بعتها 213 × 320 × 3، وهي هذه التايب تبعها تنسور. tf image decode هذه الصورة. الآن إيش عمل؟ عمل دالة للفيجواليزيشن هيستخدمها. الآن الأوجمنتيشن، فبالتالي هنا
كيف استخدم انه موضوع انه العمليات او الداتا اوجمنتيشن انه تي اف ايمج من الكلاس هذا تنسر فلو دوت ايمج فليب ليفت تو رايت واداله الايمج فاظهر الصوره قبل وبعد انه هذه الصوره بتاخذ الاوريجينال والاوجمنتد فبظهرها زي هيك. فبالتالي انه ممكن نعمل داتا اوجمنتيشن باستخدام الداتا جنريتور او باستخدام انه اعرف سيكوينشال موديل في الكيراس او ممكن باستخدام التي اف ايمج زي هيك بتقترن عندي صور. هنا حولها لجري سكيل فحنعرض هنا قبل وبعد. هنا لعب في تشبع الالوان ايمج ساتوريشن وهنا في البرايتنس وهنا في الروتيشن. هذا في الكروب بحدد الديفراكشن فهو بقرب الصورة بروح بعملها كروب تمام. راح طبق هنا اوجمنت الداتا سيت عند ترين موديل ويز ات فبالتالي حيعمل اوجمنتيشن للداتا سيت تبعت الامنست فاكرينها تمام. وهنا عرف داتا داله للكونفرت عشان تحول لي اياها لتي اف ايمج تجيب يعني لانه لايمج زي هيك نرجع الايمج وعلى الليبل. وهنا الداله تبعت الاوجمنتيشن وهي طبق هدول العمليات كلهم انه هنا عمل ريسايز راندوم كروب راندوم برايتنس طبق هدول العمليات وبرجع الاوجمنتد ايمج. نعم فبترتفع لاربع اضعاف الصوره. بعدها هنا الاوجمنتد تريننج باتشز هنا عرفوا كباتش والفاليديشن باتش هاي الموديل كومبايل وترين الى اخره من هذا الكلام. فبالتالي هنا طريقه ثانيه او ثالثه عفوا للديتا اوجمنتيشن بس هاي كل ما في الموضوع. هيك بنكون خلصنا موضوع الديتا اوجمنتيشن والايمج كلاسيفيكيشن باستخدام السي ان ان انه احنا نقراه يعني مش الموضوع كله انه احنا نقرا الداتا سيت انا عندي من دايركتوري واعمل اوجمنتيشن للايمجز. هذا ممكن نرجع له بعد شوية نشوف ايش وين بوصل كيف بتوصل اموره. او بعد ما يخلص رن بعمل سيف للريزلت وبنزل لكم اياها على الجيت هاب. اوكي يلا نعمل ستوب هنا.